يا لميمة يا الحنينة اللي حنانك ما يتعوض على مايدة رمضان شحال لميتينا ولادك وبناتك على شهواتك ما تتردد يا الحنينة ما خليتينا هذه شريبة هذه حريرة هذا كباب هذا متوم هذا مدربل تفكرينا دايما باللحم الحلو وتقولي دايما فال رمضان وما فرقتينا يا الحنينة شحال اشتقت البنة يديك رمضان بلا بيك ما عنده بنة أنا في الغربة توحشتك راني نستنى فيك وقتاش تجينا رمضان بلا بيك ما عنده بنة يا الحنينة من الأطباق السهلة المحببة ليا في الصيف بروشة كباب وكباب بروشات وعيتوها كما تحبوا بأوبرجين بالدنجال بالكريمة منكهة بالتو وصفة صيفية بامتياز سهلة بنينة بزاف دونك بالنسبة للوصفة نتاعنا واش راح نديرو شوتو المقادير حتى المقادير ما كاش بزاف تقريبا انا حطتها كلها انا واش عندي هنا عندي دو بارتي اون بارتي تاع الدنجال اون بارتي وجزء نتاع اللحم المفروم اللي راح نكهو ان شاء الله بالنسبه للحم المفروم اللي راح نكهو واش ندير فيه ندير فيه زيت زيتون زيت زيتون و جو فير سوي نعرق البصل البصل لاني مقطعات ودق اوكي فوالا البصل لاني مقطعات ودق نخليه يتقلى حتى يدوفيان ترانسلوسيد هذه المرحله الاولى كي غادي يولي ترانسلوسيد راح نضيفه للحم راح نضيفه البسكويت اللي راح نطريه في الحليب
البسكويت نتاعي لي بيسكوت ولا خبز يابس يكون عندك، حطيه في الحليب يطرى. هلا نحط له كميه حليب. نفهمك درك بالنسبه لوبيرجين، بالنسبه للدنجان تاعنا. نفهمك بالنسبه للباذنجان. الباذنجان هنا راني نقياته لانه ياخذ وقت، كان لازم نحضره من قبل ودرنا هذه التقنيه شحال من خطره. تاخذي باذنجان تقبيها شويه بالسكين تاعك، حطيها بابي الومنيوم غلفي عليها مليح، حطيها في فور مسخن على 180 درجه مئويه باش تطرى طيب الداخل كما نديروا الكافيار دوبيرجين. ولا حبيتي تشويها ممكن تشويها باش يجي فيها داك لو بيتي غو فيميكي اكسيبسيونيل لي يعطي بالنشابه، شفتوا كي نديروها احنا في الشليضه نتاعنا اللي ندير فيها البوافون تاني غريي. دونك شويها وقليها القشره نتاعها تلامي، تحطيها في ان ساك ساك بلاستيكي اللي راح تخليها تعرق فيه باش تقليها القشره نتاعها. ما ننساش نحرك. دونك كي تحطيها في الفوق ولا تحطيها سيغ على النار باش تشويها، ما تقليها القشره نتاعها. وها هذه تحصلت عليها هنا، راح نقطعها دي شي اشي اشي ملي خشولي لي اون بوري لازم تقطع المرسويات يبقاو لي. من بعد راح نضيف لها الكريمه لا كريم فريش ونضيف لها كميه معتبره تاع الثوم. هنا هاد لي بروشيت نحتاجهم راح نديرهم في الماء باش يطراو، باش يستقلي من بعد فيهم كي شغل لا فيونداج نتاعي اللحم المفروم كي غادي نديرو كباب نحطهم اوتو. دونك راح نديرهم في الماء. البصل تاعي لا بيان شوي. هنا بالنسبه للكريمه تاعي قلنا راح نقطع الزوبرجين بالخدمي بصح ما نردهمش بوري، يعني نخلي ان بو دماش. قلت لك كنت شاويتهم من قبل وقلعت لهم القشره نتاعهم. هنا حتى الكميات يعني على حسب عدد افراد العائله ولا الناس اللي عرضتهم قادر هاد لا بريباراسيون تاع كافيار دو بيرجين بالكريمه التوميه ممكن ترافق لك لي غرياد نتاعك فعلا بشكل جميل. هنا لوبيرجين لي ليجير شفتوا بلي ما قليناهاش. الور 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 هنا واش راح ندير؟ راح نضيف كمية معتبرة من الثوم. اللي ما يحبش الثوم سي با لا بين، لأنه فعلا هذه تجي بنينة كي يكون فيها الثوم بزاف. لكن إلا ما تحبيش ما تقربيش منه.
دونك قلنا درنا كريمه طازجه، درنا كريم فريش، درنا اوبرجين اللي كنا نشاوينها ولا مطيبينها في الفرن، كميه معتبره من الثوم، درنا ملح فلفل اسود، ودرنا نحنا هذا دروك نديرو في الثلاجة يبرد. هنا واش راح ندير؟ هاني نشمخو مليح، شويه نلوفي. هنا واش ندير؟ نحط الفيون داشي، كمية لحم مفروم، نضيف لها بصل، نضيف لها ثوم، ندخلوا نسويه الزوجة تاع رمضان يتقالوا لنا الطواجن، ونقولوا نحوسوا غير على هاد لي بلا سهلين خفاف. هنا واش ندير؟ كمون، نعناع، ملح، فلفل اسود، والبسكوت اللي شمختو. الحليب راح نخلط مليح، واش ندير؟ راح نخلط كل المقادير اللي عندي هنا. من الافضل ديريها من قبل باش تخليها ثاني تشد روحها وكل النكهات تمد البنه نتاعها. هنا جو ميلونج بيان اي جي كراز بيان بين يديا بين صبعتيا باش يتخلطوا لي مليح. دوك راح نجيب لا سوتوز نديرها تسخن ونبدي ندير لي بروشيت. فوالا، وهنا ياخد شمخ يدي في الماء، تساعدني ناخذ كمية من اللحم، على حسب لابوشيت نتاعك، ونقعد نخدم فيها حتى تتماسك مليح مع لابش البوشيت. عملتو اون شوا. الوغ هنا تعرفي بلي هاد لي بوان لاسكي جينيال معاهم، فريمون جينيال، سي جينيال، سي كو
كيكونوا كي ما تكونش حاميه يكون يا دي تريبانو كي كيت كي تحمى تماما تولي اون سول سيرفاس اون سول كولور دونك تعرفيها باللي حمات. وانا عزيزتي انا نكملهم تك 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 نشويهم البيرج نتاعي راح طيب نخرجوا شويه ونرجعوا نشوفوا الوصفه الثانيه اللي راح نشوفوها مع بعض اليوم. اوكي بعد ما شفنا مع بعض هذاك كباب اون بروشيت ودرناه مع هذيك لا بريباراسيون دو فيرجين بالكريمه الثوميه راح نشوفوا كذلك وصفه بسيطه وصفه صيفيه وصفه خفيفه سلطه العجائن انا نحبهم ولادي يحبوهم وكل خطره نوقف فيهم وكل خطره واش تحطي فيهم. هنا سلطه العجائن تاعنا راح تكون ملونه راح تكون شابه وراح نعطيك فيها استوس مليحه تاع واحد لاصوص دي افيك ياغورت غريك اكسيلونت اي افيك ان بو دو مايونيز فعلا ياغورت غريك سيبوليت اون بوينت دو ميل غير شويه تاع العسل. انا هاد لاصوص غريك نحضرها باش نترافق لي بوريك كامل لي كليون يموتوا عليها يحبوها تعطي ان تري بون غو بلونكسيون اونكتيوزيتي وراح ندير فيها اون بوينت دو زيست دو سيترون فير وعصير ليمون اخضر كذلك. نبدو على بركه الله وراح نروحوا بشويه راح تفهموا معايا واش راح نديروا. ناخذ ان غران كونتنون اللي راح نحط فيه هنا راح ناخذ جي ميان غون فوليوم الماء راح يغلي وراح ندير فيه لي بات. هنا لي بات عندك اختيار مي خذي دي بات صغار. هنا مثلا عندي لي كوكياج الصدفات عندي هنا لي كود ديفيرون تاي هنا عندي 3 عندي 4 عندي 5 انتي واش حبيتي هذا الشيء يرجع لك بما انني كنت طيف من قبل لي كود تاي 5 راح ندير دوك هنا نملح اكيد ونخليهم يطيبوا على حساب لي زانديكاسيون. انا كنت مجده من قبل لي كود راح نحطهم في السلاديه. واش راح نضيف لهم؟ راح نضيف لهم تونه طون اون بواط دو طون كو جو في ايميتي قاعده نديرو كذلك يبقى لكم شويه تاع الدجاج اشيلو كون طايب باقي لكم غير شويه اشيلو حتى اللحم مفروم كون باقي لكم شويه ثاني ممكن ديروه كي بالطون سا سابلي ا تو مونت. راح ندير فلفل الوان كي يكون الصيف يجول الفلفل بالالوان راح ندير فلفل الوان يعطي بنا شابه ونكهه شابه فوالا كميه معتبره من الفلفل. راح ندير كذلك مايس راح ندير كذلك جزر مبشور دونك درنا لي كود نيميرو 5 طيبين خليهم الدنتي ما طيبيهمش بزاف تيتعجنوا وما تصيبي ما تاكل فيهم تتحس راك كتاكلي في العجين. لا انا في الاول صراحه مون ماري في الوقت كنا عاد كيتزوجنا جيتي با كنت شنطيرت يا عبد زعما صراحه واحد ما حش كذب على روحه. دونك سا بري ان بو طون في الاول تاخذي هذوك لي رمارك نتاع لا مش طايبه مليح لا معجنه دونك تادابتي روحك تصيبي لو دوغري اللي يفرحوا واللي كي تحطي له في طبق جو مو ريغال افيك دي بات. دونك هنا حطيت لي كود حطيت فلفل الوان حطيت طونه حطيت مايس وراح نحط جزر مبشور.
الكميه صراحه يعني سي با اون شونس اكزاكت، احنا ممكن تاخذي الكميات اللي حبيتي، تاكل تحبي جزر اكثر زيدي جزر اكثر، تحبي ميس اكثر زيدي ميس اكثر، تحبي فلفل اكثر زيدي فلفل اكثر. عادي هنا عندي بصل احمر قطع دقيق. الا واش باقي لي؟ عندي هنا قصبر حنقطع دق. فوالا ونضيفهم للسلطة. هنا راح ناخذ بيض وراح نبشره. هلا هنا قلت لك لا كريم اللي غادي نلم بها وأبيك لكن جوي أسيزوني لسالاد نتاعي راح يكون فيها ياوغت غريك اللي راح نديرلو عصير ليمون أخضر، راح نديرلو بشر ليمون أخضر، نزيدو التلتا وراح نزيدلو لا سيبوليت. هلا أوب ونخلط مليح كل المقادير اللي عندي. سلطة غنية بنينة، شوفي كل الألوان اللي فيها، سلطة كاملة يعني قادرة تاكليها غير روحها، تصلح رمضان وبرا رمضان. يعني هنا راح نحضروا نوتسوس اللي غادي تحرج لنا على السلطة. اوكي واش راح ندير فيها؟ الا ميسا دو كوتي، خلي هنا لحدونا. هنا قلنا ناخد امتي سلالتي. واش راح ندير؟ راح نحط ياغورت يوناني، ياغورت غريك. اون بوانت تاع عسل، عسل حر شامش بزاف. راح نضيف صلصة المتعاض. عندي ليمون أخضر، دير دابوغ زيست بعد نقلو العصير نتاعو. هنا وناخد عصير ليمون. هنا وشوية زيت زيتون غير شوية و لا سيبوليت. هاد لا كريم انا ادور لا سيبوليت، دونك نقطعوها بشكل عشوائي في لاصوص نتاعنا. اكيد ملح فلفل اسود، ملح فلفل اسود، ونخلطو نوتخ كريم اللي راح نحرجو بها سلطتنا الملونة. لا جو ميلانج تري تري بيان، منكترش بزاف قد ما لي انغريديون يتلمو لي مليح، يشدو روحهم مليح.
لا بونت دو شويه تاع العسل اللي حطيناه هذه صابت شويه تاع العسل اللي حطيناه ما راحش هنا باقي لها شويه وطيب مليح دونك نقلعها على جهه لو طون اللي نفهمكم راح نصفيها باش ما قلت لكم ما تحلحليش درك هنا لا بونت العسل اللي حط اللي درتها كما قلت لكم ما غاديش نعطي لك اون سالاد سكري الفا جوست اكيليبري لي غو لا دوني ذوق شباب شباب للسلطه تاعكم هنا راح باغي نقدمها بشكل جميل واش راح ندير حناخذ مو واطار راح ناخذ بلا عفوا واطار راح بور لا مولي ناخذ ان بلا كنت غادي نقول لكم ان بلا يروح للفور ان بلا دو دريساج ان مول نعمر مليح اي جو تاس جو تاس بيان علاش من الضروري ما تخلوش لي بات تاعكم يتعجنوا تقريبا كي ديرهم سلطه كيما هاك لازم يبقاوكم ان بو دو ماش هوب يا عيني كي تكون عندك سلطه هكا فيها الوان تاب ديفيرون تيكستور لا سيزونمون بارفي سي جوست ان بونور حتى نوصل كاريمون لل لا سيرفاس كيما قلت لك جو تاس بيان باسكو من بعد كينا راح نقلع هذا المول اون فوا نديرها في الثلاجة تبرد مليح لانها تتكل بارده هاد السلطه نقد من بعد نقلع هذاك المول اللي غادي يشد لها لا فورم تاعها دروك واش راح ندير راح ناخذ لا مايونيز بامبال دو مايونيز هنا كملو هادي هاد هاد لا مايونيز غادي نديروها في لا سيرفاس باش تعطيني شكل شغل التورته ودرتي لها كلاصاج نتاعها ما تخافيش يعني الكميه لا كوش اللي راح نديروها في لا سيرفاس كيت كوم سي اسي او لو مول نتاعنا راح تتخلط من بعد مع السلطه وراح تجي جوست اكيليبري باسكو ما كثرتش بزاف لداخل لا صوص وكميه هنا راح ندير لها شويه فلفل احمر ولا كيتشاب ولا باش نلونها نحط المايونيز من الفوق اي جيساي دو لا ليسي Et j'essaie de la lisser en surface. Je vais la lisser. Je vais la lisser. ونضيف لاصوص مايونيز خلط مليح زيد
نزيد له شويه كمان. الا حبيتي ان بو بيكون ممكن ديري لاصال تاعك تكون في ان بو بيكون ممكن ديري البابريكا حاره ولا ديري هيزه. حنا واش راح ندير؟ راح ناخذ ان ساك دو كونجيلاسيون هنا راح ناخذ اوب لا كريم تاعي اللي لونتها. انا قلت لك انك ديرها اون فينيسيون كيما هاك شي اختيار، يعني ممكن تخليها فقط سلطه دون سلاديه اي سي تري تري بيان. واش راح ندير؟ ان بيتي ترو دي بيتي ترو شوف سي سي بون فوالا. واش راح ندير؟ راح ناخذ ان كوردون مثلا هنا راح نديرو له كيما نديرو ل كيما نديرو للميلفاي انا هادي غادي ننظفها وراح نرجع نشوف وصفاتنا الصيفيه على الطابله تاعنا جاهزين ان شاء الله. طاولة رمضان اليوم صيفية لأنه أكلاتنا خفيفة وتتوالى مع نهارات اللي يكون سخانة وما نقدوش نطيب صوالح حتى قال. اليوم واش درنا؟ درنا دي بروشيت كباب مع هذيك الصلصة بالباذنجان والكريمة الطازجة منكهة بالثوم، رائعة رائعة جدا. وشفتوا قداش سهلة وما شدتناش وقت بزاف، وصدقوني بنة 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 بزاف شابة كي ديروا هذاك الثوم اللي ينكه بشكل رائع ورهيب الكريمة الطازجة نتاعكم لا كريم فريش مع الباذنجان اللي شويناه ولا طيبناه في الفور. السلطة تاعنا ملكية مع أن المقادير اللي درناها فيها بسيطة، فيها درنا عجائن من اختياركم، لكن خذوا عجائن بحجم صغير وخضر مشكلة بألوان اللي أكيد ترمز للصيف والألوان اللي يصيبوها في الصيف. قدمناها على شكل طرطة اللي مونا ليسي، ودرنا ذاك الكلاصاج بالمايونيز. صحة فطوركم حبابي، ونتلاقوا في موعد جديد حلقة جديدة في دار شهرزاد. نحبكم. Thank you.